نزل أكثر من 30 جلسة على المحكمة العسكرية لهلا القاضي ما استجوبني، ولكن المرفأ أكبر جريمة صارت بالشارع ما فيها ولا واحد موجود. ملفنا اللي معروف قدام كل الناس ان هو سياسي وان هو ظلم بظلم، بدلوا شبابنا ومشايخنا والشيخ احمد العسير بالسجن عم بيموتوا 100 موتي. ثلاث سنين حيصيروا ومنهم محاكمينه ولا بينزلوا جلسه، وكل جلسه بأجله وكل جلسه بأجله بيخلقوا لك سبب. ساعه ما في ساق، ساعه تأجلت الجلسه لانه في واحد منه جاي، ساعه ما في بنزين. انا عندي اكثر من 8000 سجين بالسجون اللبنانيه المحكومين فيهم بس 20.9، يعني عندي 79.1% من الموجودين بالسجون اللبنانية مش محكومين. فحصل اشتباك بين الدورية والمسلحين ما أدى إلى مقتل مسلحين سوريين اثنين وجرح آخرين. الأكبر والأكبر اليوم اللي عم يرتكب إبادة جماعية بحق 6000 سجين بسجن روم المركزي بزمن كورونا، هو ذاته اللي حط نيترات الأمونيوم ببور بيروت وكان سبب بتدمير مدينة بكاملها ومقتل 200 شخص. دور الرئيس مجلس النواب وللسيد حسن نصر الله ولرئيس الجمهورية قبل ما تخلص ولاية، أعطونا ولادنا من السجون.